خلينا نقول انه البرلمان الاوروبي اشار الى مجموعه من النقاط المختلفه في ملف حقوق الانسان، وبشكل عام الاهتمام العالمي بحاله حقوق الانسان ده شيء محترم للغايه، انه تفاعل المؤسسات الدوليه والدول والحكومات والعمل سويا انه يبقى فيه احترام لحقوق الانسان على المستوى العالمي ده شيء جميل جدا، ومصر يمكن منخرطه في كل الاتفاقيات المتعلقه بحقوق الانسان منذ ميثاق حقوق الانسان اللي وضع في عام 1948، وكانت بالمناسبه مصر من اوائل الدول اللي وقعت عليه وشاركت في اعداده في الجمعيه العامه للامم المتحده. فده شيء يعني اصبح كمان خلينا نقول ثقافه عالميه، فاحنا مش ضد الاهتمام او احترام بمبادئ حقوق الانسان، احنا ضد بقى حاجه معينه، احنا ضد انه يتم استخدام مبادئ حقوق الانسان دي بشكل ملتوي او بشكل مزدوج او بشكل فيه قدر من الاستعلاء او بشكل فيه قدر من الوصايا، على اساس ان احنا مثلا احنا افضل منكم واحنا جايين نقول لكم تعملوا ايه واحنا نمشي وراكم. هنا نتوقف، لانه البيان الحقيقه اللي صدر حضرتك ممكن قد تتفق تختلف مع بعض النقاط فيه، لكنه في النهاية في نقاط أساسية وواضحة جدا كان بينقصها هذا البيان. منها أولا أنه في كتير من المعلومات اللي تم نشرها في هذا البيان تتكلم عن القرار الأوروبي والبرلمان الأوروبي طبعا، والبرلمان الأوروبي مفروض دي هيئة برلمانية بتمثل كتير من أحزاب أوروبا والحكومات المختلفة، وهي بالمناسبة قراراتها غير ملزمة بأي شكل من الأشكال ولا تعبر عن سياسة الحكومات بأي شكل من الأشكال، يستمع إليها لكن لا تعبر بشكل رئيسي وفعال عن سياسة الحكومة. ثانيا أنه البرلمان الأوروبي نفسه في الداخل كان في عدد كبير قوي من اللي امتنعوا عن التصويت، وكان في أيضا عدد ممن رفضوا. فطبعا نتيجة المعلومات المغلوطة اللي تم وضعها، فكان في رد على بعض النقاط المحددة في بيان مجلس النواب المصري. أولها مثلا يمكن فيما يتعلق بقانون الطوارئ، وإشارة البرلمان الأوروبي في البيان أنه هذا القانون ما زال بيطبق في مصر منذ عام 2017، وهي نقطة غير صحيحة لأنه تم إلغاء قانون الطوارئ في عام 2021. حالة الطوارئ غير مطبقة في مصر من 2021. بالضبط. نقطة كمان يمكن الإشارة فيها وأشار إليها أيضا مجلس النواب، هو ما قيل في بيان الاتحاد البرلمان الأوروبي وليس الاتحاد الأوروبي، ولازم هنا نفرق البرلمان الأوروبي عن قيام السلطات المصرية بإعدامات للأطفال، وده شيء ليس له علاقة بأرض الواقع، أولا لأنه ثقافيا واجتماعيا قبل أي شيء وقبل ما يكون قانونيا إحنا لا نقبل بذلك. ثانيا والجزء الأهم أنه قانون الطفل أيضا بيجرم ذلك، مش بس فكرة الإعدام ولكن حتى الاحتجاز أو حتى طبعا المحاكمات للأطفال لها وضعية وخصوصية في قانون المصري وطبعا في سن. أيضا بعض المعلومات في بعض قضايا النشطاء، وكنا نعتقد وإحنا مش ضد، إحنا مش بهاجم كل هيئات حقوق الإنسان، ولكن أحيانا بيتم الاستعانة ببعض التقارير وإغفال التقارير الأخرى. أنت عايز تشتغل مع مصر على الملف المصري فلازم تشتغل مع الحكومة المصرية مع المنظمات المصرية المختلفة وما كمان المنظمات العالمية، لكن ما تروحش بمصادر معينة فقط تستقي منها معلومتك وإنت لم تلجأ حتى للبرلمان المصري اللي هو كشريك، مش بنتكلم كحكومة مصرية، حتى للبرلمان المصري للتعاون معاه بشكل أو بآخر. فدي نقاط أساسية تم الإشارة إليها، ما أعرفش لو في نقطة تانية استوقفت. طبعا في نقطة تانية مهمة، بس أنا تعليقا على اللي أنت بتقوله يا حسام، وأنت يعني حطيت إيدك على أكتر من نقطة مهمة، وتحديدا هي مسألة مثلا المعلومة المغلوطة أو الجزء المغلوط في قرار البرلمان الأوروبي بخصوص حالة الطوارئ وبخصوص مسألة الإعدامات في مصر. لما تيجي كده تبص، هو معقول يعني الناس دي مش قادرة تجيب معلومات حقيقية أو مش قادرة تيجي تبص هو الوضع إيه في مصر؟ يعني هم مش عارفين إن حالة الطوارئ في مصر موقوفة وملغية من 2021، وده على فكرة كان بشكل طوعي من مصر، يعني ما حدش ضغط علينا وقال لنا إلغوا حالة الطوارئ، ده كان لما حصل استقرار في الأوضاع بشكل يتناسب مع القرار دوت أخذناه إحنا كدولة مصرية بتاخد قراراتها بناء على المعطيات اللي موجودة على الأرض، فما كانش ده بضغط من حد، ما كانش بإيعاز من حد.
حد أخذناه لما الوقت كان مناسب. إزاي يكون في برلمان أوروبي بيصدر قرار حوالي نقطة زي دي ومستند إلى كلام خاطئ تماما؟ شيء غريب جدا أنا بالنسبة لي. الجزئية الثانية موضوع إعدامات الأطفال اللي أنت بتقول عليه حسام، برضو إزاي يتم إطلاق كلام على عواهله كده، كلام مرسل، اتهامات مجازية كده بدون ذكر الوقائع محددة، الحالات بعينها، القضايا معينة. يعني أنت عندك مثلا في بيان مجلس النواب المصري، لا الرد واضح جدا، رد معلمين زي ما بيقولوا يعني كده باللغة الدارجة أو بالبلدي، جايب لك كل حاجة ومفندها بالوقائع وبالمعلومات. القصة دي أو الجزئية دي رد فيها كذا بالوقائع وبالمعلومات، الجزئية دي رد فيها كذا حسب القانون المصري بيقول إيه. ما فيش حاجة اسمها إعدامات للأطفال في القانون المصري، غير مسموح به، مش موجود في التشريعات المصرية أصلا الكلام ده. فأنا هنا ببص على يعني مؤسسة أو جهة اسمها البرلمان المصري، وببص على مؤسسة تانية وهي يعني البرلمان الأوروبي، والاختلاف الكبير جدا ما بين التعاطي في الناحيتين. عندك مثلا بقى تدليلا على نفس اللي أنا بقوله دوت في الجزئية الثالثة اللي برضو فندها تماما قرار أو بيان مجلس النواب المصري، لما قال لك تحديدا أن المدعو علاء عبد الفتاح تم اعتقاله، هم بيقولوا أن ده تم اعتقاله تعسفيا بتهم لا أساس لها. رد بقى مجلس النواب برضو بالكلام المظبوط، بالكلام القانوني، بالوقائع وبالأدلة، قال لك أنه ده محكوم عليه، ده مش معتقل تعسفيا، ما رحناش خدناه من بيته كده وهو لا بيه ولا عليه ولا عمل حاجة ولا عارف أي حاجة في أي حاجة. لا، الراجل ده عنده اتهامات، اتهامات دي أدين فيها ومحكوم عليه جنائيا. هو مش سجين رأي يا جماعة، ولا هو مسجون عشان قال رأيه زي ما هم بيحبوا دايما يصدروا، وهو لا، ده راجل محكوم عليه جنائيا، عليه قضية بوقائع وبمستندات وبأدلة. ولا أنتوا بقى عايزين أنه أي واحد النهاردة قاتل ولا إرهابي ولا عليه يعني قضية كده بتفاصيلها أفرج عنه عشان خاطر حقوق الإنسان ومدعين حقوق الإنسان مطالبين بحقوق الإنسان ناموا مرتاحين ويتبسطوا النهاردة وهو في واحد مطلق صراحه كده هو بيهدد الناس اللي حواليه، أو هو بيشكل تهديد على المجتمع وارتكب جريمة من وجهة نظر القضاء المصري؟ فهل ده هو المطلوب؟ طب أنا سؤالي النهاردة، لو ده حصل في دولة أوروبية، لو حصل في فرنسا، لو حصل في بريطانيا، أن عندهم واحد محكوم عليه في قضية إرهاب أو محكوم عليه في قضية قتل أو محكوم عليه في أي تهمة جنائية، هل ينفع النهاردة يا حسام مثلا، أو إيه اللي يحصل في حالة زي دي، أنه يعني هل هيطلقوا سراحه لمجرد فكرة الراجل دوت يعني إيه ما يتحبسش ومحدش يتكلم عنه ورواد مواقع التواصل الاجتماعي والمنظمات الحقوقية؟ تفتكر إيه اللي ممكن يحصل؟ الحقيقة ممكن ناخد أمثلة من أرض الواقع، ودايما هي النقطة الفاصلة والملتبسة دائما، سواء في كتير من القضايا اللي ما بين الاتحاد أو البرلمان الأوروبي أو غيرها من الهيئات الدولية وملف حقوق الإنسان في مصر، هي فكرة العنف. دائما في قصة مشوشة لدى الغرب في فهم قصة استخدام العنف، وهنا ده الشيء الغريب جدا جدا جدا، لأنه الحقيقة عندنا أمثلة كتير قوي من أرض الواقع أنه لو في استخدام للعنف بأي شكل من الأشكال فده لا ينطبق تحت قوانين التظاهر أو الديمقراطية أو حقوق الإنسان بأي شكل من الأشكال. وعندنا أمثلة والنماذج واضحة في أعظم ديمقراطيات العالم في الولايات المتحدة الأمريكية، وإحنا شفنا ده وتابعنا ده على أرض الواقع بعد فوز أو بعد إعلان هزيمة ترامب، لما لجأ بعض من عناصره إلى اقتحام مبنى الكابيتول. إيه اللي حصل؟ إنه تم اعتقال هذه الأفراد لأنه استخدموا العنف في اقتحام مبنى حكومي ومبنى سياسي، وكان في دعوات بتخرج في كل الإعلام الأمريكي، وأنا كنت بتابع ساعتها منهم السي إن إن لإيقاف فكرة العنف، بل إنه كمان طالت رئيس نفسه ترامب اتهامات بحث الأفراد على العنف، وتم حجبه ساعتها من تويتر وحجب تدويناته لحد النهارده بيحققوا معاه. ليه؟ لانه بيقولوا انه دعواته ادت الى العنف. عندنا كمان امثله شهيره جدا لمدعي الغرب وحركه، لو افتكرت اوكيوباينج وول ستريت، الحركه العالميه اللي خرجت وكان الناس بتلبس، كانوا بيلبسوا الماسكات بتاعت البنداتا، وكانوا ايه القصه؟ انه كانوا بيحاولوا يقتحموا الاماكن اللي بتحمل رموز مالية عالمية زي البورصات، زي البنوك المركزية، زي الأماكن اللي بتدل على يعني عظمة رأس المال في وجهة نظرهم، أو الفكر الرأس مالي يعني، أو سوقه في وجهة نظرهم. فكانوا بيحاولوا يقتحموا المباني، كان بيتم التعامل معهم بمنتهى
العنف والصرامة، لأنهم ده مش تظاهر، لأنهم حاولوا يقتحموا أماكن، لأنهم هاجموا قوات الأمن، لأنهم استخدموا العنف بشكل من الأشكال، ولو حتى رمي الحجارة، وده مش مقبول.